بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدي هذه الليلة إن شاء الله في درس جديد، ليلة السابع وليلة الخميس 27 من شهر الله المحرم عام 1436 بعد الهجرة المباركة، في هذا الجامع كان الراجحي في بلد الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. السؤال: ما هو الرابط بين هذه الآية والآية التي قبلها؟ المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها، وهي قولهم وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، نعم، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم،
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ما الرابط بين هذه وهذه الآية اللي هي وقالوا لن يدخل الجنة وما تبعها من آية أخرى من الآية الأخرى؟ ما هو الرابط بينهما؟ الرابط بينهما والله أعلم سم صحيح. الرابط بينها والله أعلم هو أنه أن الآيات ما زالت تبين المجازفة والافتراء الذي يسلكه أهل الكتاب. فالآيات وليست هذه الآية فقط، الآيات كلها ترسم لنا منهجا علميا شرعيا يوافق العقل والفطرة. وليس أحد من الناس اليوم أزكى عقلا وأكثر فهما من المسلمين، لأن الله عز وجل رباهم على هذا المنهج الذي يتبع الدليل ولا يقبل قولا مرسلا هكذا، وإنما يتبع الأقاويل المرسلة ضعاف العقول وأصحاب الأهواء. وأما أهل الحق فإنهم يتبعون الدليل، ولهذا فإن الله عز وجل يقول وقالت، يعني عطف على القول السابق، فهم قبل ذلك قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذه فرية وليس عليها دليل، والله طلب منهم الدليل وقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بيّن المنهج الصحيح وهو هاتوا برهانكم، وبيّن أنه صاحب الجنة هو بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم قال هنا وانتبهوا لهذه الآيات كيف ترسم هذا المنهج وكيف أنها تعري اليهود والنصارى وتبين أنهم أهل أهواء فيقول الله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ذكر المفسرون أن هذه الآيات نزلت بعد وفد نجران لما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحضر اليهود عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتلاحى اليهود والنصارى في مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا قيل في سبب النزول، لكن الآية تبين عموم قولهم وأنهم هذا شأن. واليهود والنصارى ما زالوا مختلفين ولم يتفقوا إلا في هذا العصر، وأما في سائر العصور فاليهود والنصارى مختلفون، بل هم متفقون الآن على المسلمين فقط وإلا فهم مختلفون. وليس اليهود يصححون دين النصارى وليست النصارى يصححون دين اليهود الآن، ولكن الله يبين لنا هنا أنهم يقولون اليهود تقول ليست النصارى على شيء، وهنا شيء، هذه نكرة في سياق إيش؟ النفي. وماذا تدل عليه؟ على العموم، يعني أن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء من الحق، أي شيء ولو كان صغير، والنصارى في المقابل يقول يقولون ليست اليهود على شيء ولو كان قليلا. انظروا إلى الحيف، والله يقول وهم يتلون الكتاب. وما فائدة هذا القيد وهم يتلون الكتاب؟ نعم، ووجه التقريع وكتابهم يدلهم، فكتاب اليهود التوراة يدلهم على أن دين عيسى صحيح، والتوراة بشرت بعيسى وهم يعلمون ذلك، والنصارى يعلمون أن التوراة حق وأن موسى نبي مرسل من الله
وهم يدينون بالتوراة ويدينون بالإنجيل، ولكنهم يجازفون ويفترون الفرية العظيمة تلو الفرية العظيمة. فكيف يصح لصاحب عقل أن يتهم مثل هذه التهمة الشنيعة فيقول ليست النصارى على شيء ولا شيء من الحق؟ ما أعظمها من فرية. يعني لو أنهم قالوا عندهم أخطاء ممكن، لكن ما في حق، وهم يعلمون أنه كله حق أصلا، والنصارى كذلك يعلمون أنه حق، ومع ذلك يجازفون ويطلقون التهم هكذا تبعا لأهوائهم. فالله يشن عليه ويقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. هذا التشنيع يعني، وهذا موجود في كتبهم ويعلمونه، ومع ذلك يخالفونه. ثم شنع عليه وقال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم؟ السؤال: من هم الذين لا يعلمون؟ سم ما اسمعك. جهلاءهم هم، يقول أخوكم يعني جهلاء اليهود وجهلاء النصارى، والمعنى أنه شبه علماء اليهود بجهالهم وشبه علماء النصارى بجهالهم، وهذا وجه، هذا وجه قيل. ووجه آخر سم أنها الأمم التي قبلهم الجهال ممن سبقهم، ووجه آخر أنهم كفار قريش، أنهم الكفار الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا كانوا يقولون الكفار؟ كانوا يقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء، ويجحدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة الأنبياء كلهم. والآية تصلح لهذا كله، فالله عز وجل ما حدد قوما دون قوم، وإنما قال: كذلك قال الذين لا يعلمون. والغرض أنه شبه اليهود وهم أهل الكتاب، وشنع عليهم أنه تشابه قولهم مع قول الجهال، مع قول الجهال، ولم ينفعهم علمهم شيئا، فالكتاب معهم ولكنه لم ينفعهم شيئا. فقال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فتشابهت أقوالهم وتشابهت قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر كيف شنعت الآيات وبينت هذا المنهج الذي ينبغي أن يسلكه المسلم، وهو أن يطلب الحق. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم، هذا التفريع على ما ذكره الله مما سبق من أقاويلهم وتهمهم يترتب عليه: فالله يحكم. والحكم إذا أطلق الحكم في كتاب الله فهو يراد به ثلاثة معاني. الحكم إذا أطلق في القرآن فيراد به ثلاثة معان. المعنى الأول الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، ذلك قول الله تعالى في المؤمنات المهاجرات قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي. الثاني الحكم الكوني، الحكم الكوني، ومثاله في سورة يوسف قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يعني حكما كونيا يقدر الله لي شيئا يكون، أما أنا لن أبرح الأرض. والثالث الحكم الجزائي، قالوا: والحكم الجزائي هو الحكم الذي يترتب على الحكم الشرعي، هو نتيجة الحكم الشرعي. وهذه الآية من هذا،
هذه الآية التي معنا من الحكم الجزائي. فالمعنى فالله يحكم بينهم يعني يجازيهم، يجازيهم على أعمالهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فالله عز وجل يحكم، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال نعم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ يقولون معناها من هنا أول قبل من، ما هي من هنا، من ما ماذا تكون ومن أظلم؟ استفهام. طيب هذا استفهام. قالوا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ قالوا: هذا استفهام. لكن يقول المفسرون إن معناه لا أحد أظلم، يقولون معناه لا أحد أظلم. والسؤال لما لم يقل الله عز وجل لا أحد أظلم؟ لما قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ أبلغ. وما وجه البلاغة؟ شوف دائما قاعدة، إذا قلنا أبلغ أو نحوها من العبارات لازم نبين وجه البلاغة. سم؟ طيب وش وجه شدة النبي؟ لا. طيب لا أحد ومن أظلم يعني لا. سم؟ طيب وش أنا ما زلت وش وجه البلاغة في ذلك؟ كيف؟ إيه لكن وش وجه البلاغة فيها؟ إذا يعني يكون حصول الجواب بعد تفكر كذا والاستفهام مقصود. نعم، هم قالوا إنه إذا عبر مثلا وقال ومن أظلم، والمعنى لا أحد أظلم بصيغة الاستفهام، فالاستفهام غير مهجور والمعنى الأصلي للاستفهام ما زال باق، والمعنى أنك تتحصل على هذا النفي بعد تفكر، كأنه يثير اهتمامك حتى تتفكر ثم تصل إلى أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قالوا، ترجع لكلام المفسرين تجدهم يقولون قد أتى على الإنسان. طيب ما قال الله قد؟ صحيح هنا تفيد معنى قد، لكن قالوا إن الاستفهام هنا أراد أن يثير الاهتمام حتى يصل إلى النتيجة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فإذا تأملت وجدت أنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهنا يقول هل ومن أظلم يعني لا أحد، وفيه معنى آخر وهو التحدي، وفيه معنى آخر وهو التحدي، كأنه يتحدى ويقول ائتوني بأحد أظلم من هذا. فيقول الله عز وجل، وهذا يدل على شناعة هذا الأمر وأنه عظيم، ولهذا افتتحت الآية بهذا فقال ومن أظلم، ولو قال لا أحد أظلم لم يؤدي هذا المعنى، فإنه لما قال ومن أظلم وجعلك تتفكر في هذا الأمر ثم ما ضمن إلى الكلام من معنى التحدي فإنه يدل على أن الأمر عظيم وشنيع. فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طيب هنا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، وش إعراب أن يذكر الجملة دي؟ إعرابها يبين لنا المعنى، إعرابها يبين لنا المعنى.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها، أن يذكر فيها اسمه. هل يصح أن نقول إنها بدل اشتمال من المساجد؟ يعني الممنوع هنا ما هو؟ ذكر الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني ومن أظلم ممن منع ذكر الله في المساجد، هذا المعنى. فهنا يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وما المقصود وما المراد بالمساجد؟ هل المراد العموم أو أنه يراد به مسجد خاص من المساجد؟ وقد اختلف المفسرون في ذلك وذكروا أقوالا، فقال بعضهم إن المساجد هنا المقصود به ما صنعه قريش من منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخول مكة ودخول البيت. وقال بعضهم إن هذا ما صنعه النصارى حين تواطؤوا مع بختنصر وجعلوه يدخل المسجد الأقصى، وكذلك ما صنعه النصارى من إلقاء القاذورات في المسجد الأقصى وتفسيده وإفساده على المصلين. وقال بعضهم إن الآية تشمل ذلك كله، وهو الصواب أن الآية تشمل كل من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فلم تذكر الآية شيئا خاصا ولفظها عام. فالله يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني لا أحد أظلم، هذا يدل على عظيم الجرم، ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سعى في خرابها، هل المقصود الخراب الحسي أو الخراب المعنوي؟ الحسي أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. فالذي يهدم المسجد ويلقي عليه القنابل مثل ما يصنع اليهود في فلسطين، ومثل ما يدمر أيضا النصيرية المساجد المسلمين، فهم داخلون تحت هذا الوعيد، وهذا إفساد حسي. وإفساد معنوي مثل الذي يقبر المقبور في المسجد، هذا فسد، سعى في خراب المسجد. الذي يدفن الموتى ويجعلهم قبلة للمسلمين بدل أن يتوجهوا لله عز وجل يبني المسجد على القبر، هذا أيضا ممن سعى في خراب المساجد. فهو يشمل الإفساد الحسي والمعنوي، الخراب الحسي والخراب المعنوي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسعى في خرابها. طيب، الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، هؤلاء هل يدخل فيهم من يحجزون الأماكن عن المصلين؟ هل يدخل في من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ هل يدخل فيهم من احتجر مكانا ومنع المصلين أن يتمكنوا منه؟ كالذي يحجز مكان ثم يروح يضارب في الأسواق ويجي صلاة الجمعة متأخر، ولا يروح لأهله البيت ثم إذا أتى فهو منع هذا المكان يدخل فيه؟ فقال بعض العلماء إنه يدخل فيه، قالوا لأنه منع هذا المكان من أن يذكر اسم الله فيه، والمساجد هو المقصود فيها هي مكان السجود وموضع العبادة، فيقولون هذا داخل تحت هذا الوعيد. والاحتجار عن الناس هذا ما يجوز، ويحرم أن الإنسان يحجز مكانا ويذهب خارج المسجد وهو غير موجود، لكن لو كان في المسجد فإنه يجوز له ذلك، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يصل المصلون إليه في مكانه الآخر، لأنه إذا وصل إليه المصلون فإنه يكون قد احتجر مكانين،
المكان الذي هو فيه والمكان الذي في أول المسجد. والأمر الثاني ألا يؤذي الناس ويتخطى رقابهم، ألا يتخطى رقاب الناس. طيب، وسعى في خرابها، هنا قال وسعى، والسعي يدل على الشدة في تحصيل الشيء. فيقول الله عز وجل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الضمير هنا يدخلوها يعود على أي شيء؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وش هذا اللي يدخلوها؟ الضمير يعود على أي شيء؟ سم ايش؟ النار؟ لا، سم المساجد. وش في هل هو مذكور؟ هل ما هو الشيء المذكور قبل ذلك الذي يمكن ان يعود اليه الضمير؟ المساجد، يعني المساجد هي المذكوره، صحيح. اولئك ما كان لهم ان يدخلوها، ما كان لهم ان يدخلوا المساجد الا خائفين. طيب ما معنى الايه؟ احنا عرفنا الضمير انه يرجع للمساجد، لكن ما معنى الايه؟ سم، والله ما اسمعك. يعني الله يلقي الخوف في قلوبهم، يعني هذا خبر، يعني كأن هذا خبر من الله ووعيد منه أن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أن له عقوبة من الله، وهو أنه يلقي في قلبه الخوف، فلا يدخل هذه المساجد إلا وهو خائف. قالوا وهذا حصل، فإن المشركين لما منعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخول البيت وهم لم يصنعوا ذلك إلا حمية جاهلية، فهم يقولون نحن أهل البيت ونحن لنا هذا الشرف بخدمتنا للبيت، وكل الناس يحجون وكل الناس يعتمرون، لكنهم منعوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخصوهم في المنع من غير ما سبب، إنما هي حمية جاهلية كما ذكر الله عز وجل في القرآن، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فهؤلاء منعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يدخل المسجد الحرام ظلما وعدوانا، لكن لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أصابهم الخوف الشديد، حتى أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ثم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا خبر حصل، وكل من صنع من مثل ذلك فهو مهدد وواقع تحت هذا التهديد. هذا معنى من المعاني التي قيلت. وقيل إن المعنى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أن الواجب عليهم بدل أن يمنعوا الناس، من دخول من ذكر الله في المساجد، كان الواجب عليهم أن يعظموا هذه المساجد ولا يدخلوها هم إلا وهم يخشون الله وقد خافوا منه. هذا معنى ثاني. وفي معنى ثالث أن يكون المقصود هو توجيه لنا ونهي عن دخول هؤلاء المساجد. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، كأنه ينهانا نحن عن تمكينهم من دخولها. سم؟ كيف؟ نحن عن تمكينهم من دخولها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. طيب، هنا مسألة، وهو أن الله قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقلنا نحن المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟
والمعنى لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، لا أحد أظلم. فكيف يقول الله في هذه الآية أنه لا أحد أظلم ممن معصى الله، وفي الآخرة الآية الأخرى لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، وفي آخر آية لا أظلم ممن ذكر ثم أعرض. هنا قد يقول قائل في تعارض في الظاهر، فما الجمع بينها؟ سم في المنع. هذا توجيه، التوجيه الذي ذكره أخوكم هو أن يكون كل موضع بحسب صلته، كل موضع بحسب صلته. فإذا قال الله من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني في المنع، في المنع لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وفي الفرية والكذب لا أحد أظلم ممن افترى على الله، فالذي يكذب على غير الله أتى بفرية عظيمة لكن أقل ممن افترى على الله. وكذلك في الإعراض لا أحد أظلم ممن ذكر ثم أعرض، فكل موضع بحسب صلته. وهذا القول هو الصحيح. وقد قال بعضهم إن قوله ومن أظلم ومن أظلم هذه نفت التفضيل، لكنها لم تنفي المساواة. يعني أن من افترى على الله كذبا يشارك من منع مساجد الله في الظلم ويساويه، لكنه لا يفوقه. فالآية لم تنفي المساواة وإنما نفت المفاضلة، وهذا قول. لكن الذي يظهر هو القول الأول، الله أعلم. أولئك ثم قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الخزي هو الذل والهوان، والذل والهوان هذا مقابل لجرمهم. فإن جرمهم هم أنهم منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهم منعوا تعظيم الله وذكر الله والصلاة لله، وسعوا في خرابها فجازاهم الله بأن أذلهم وأهانهم وحقرهم، والجنس من والجزاء من جنس العمل. ثم قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولم يفسر ما هو هذا العذاب العظيم، لكن هو معروف أنه عذاب النار، لكنه وصفه بهذا الوصف المخيف، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال ولله المشرق والمغرب. وقد ذكرنا قبل ذلك أن هذه الآيات كلها في سياق، تذكرون قلنا الآيات هذه كلها إلى آيات القبلة إلى بداية الجزء الثاني في ماذا قلنا؟ عن اليهود والنصارى، وهي توطئة وإخبار عن شأن القبلة وما يكون من شأنها، كان ذكرنا ذلك قبل. فيقول الله عز وجل في هذه الآية الآن يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب، يعني لله ملك المشرق والمغرب. له الله ملك المشرق والمغرب، وهو مختص بتصريف أمورهما وله ملكهما. فيقول ولله المشرق والمغرب، وهنا أفرد المشرق وأفرد المغرب. وفي آيات أخرى قال رب المشرقين ورب المغربين، وقال فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فكيف يجمع بين هذه المواضع؟ فمرة بالإفراد ومرة بالتثنية ومرة بالجمع. فالإفراد يدل على
الجنس يعني، فلله المشرق والمغرب يعني جهة المشرق وجهة المغرب، ولا تنافي التثنية ولا تنافي الجمع. ولكن المشرقين والمغربين يعني باعتبار مشرق الصيف والشتاء، لأن الشمس وكذلك القمر وبعض النجوم أيضا التي تتحرك هي لها مشرق في الشتاء ولها مشرق في الصيف. فأنتم تعلمون أن الشمس تتحرك وتنتقل في الشروق كل يوم، تختلف درجاتها، فهي في الشتاء تذهب شمالا جنوبا، في الشتاء تذهب جنوبا حتى تصل إلى أقصى حدها، هذا مشرق، ثم تبدأ ترجع. إذا بدأت ترجع هذا هو وقت الشتاء، يبدأ وقت الشتاء وشدته إذا بدأت ترجع حتى تصل إلى مسارها في أقصى الشمال. وتعرفون الجدي والسرطان، تعرفون هذا، فهذان خلقهم الله هكذا وسماه مشرقين ومغربين باعتبار الصيف والشتاء، وكذلك المغرب يقابل المشرق. ورب المشارق والمغارب هذا باعتبار إيش؟ اعتبار كل يوم، لا باعتبار كل يوم، باعتبارها في كل يوم، فكل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب، لأنها تنتقل درجاتها يعني. وهذا من عظيم خلق الله عز وجل. لكن السؤال، لما خص كل موضع بما خصه فيه؟ لما خص كل موضع بما خصه فيه؟ فلماذا هنا أفرد في البقرة؟ ولماذا في سورة الرحمن قال المشرقين والمغربين؟ ولماذا قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب؟ فقالوا إنه لما قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب في بصيغة الجمع قالوا كان المقام يقتضي ذلك، فإنه مقام تعظيم وتفخيم لخلق الله وقدرته، ولذلك قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل، على أن نبدل أمثالهم وما نحن على أن نخلق. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، فذكر المشارق والمغارب لأنه مقام تفخيم وخلق وتعظيم. وقال رب المشرقين ورب المغربين في سورة الرحمن، لو لاحظت في سورة الرحمن تذكر الزوجين دائما، صح ولا لا؟ الشيء وما يقابله ولا لا؟ وتأملوها تجدوها تذكر الزوجين، من كل شيء يذكر الزوج وما يقابله، السماء والأرض والجن والإنس والشمس والقمر وهكذا. ونعم يعني يذكر الشيء ويذكر الزوج الشيء وما يقابله، فذكر رب المشرقين ورب المغربين. وهنا قال ولله المشرق والمغرب، قالوا هنا لأنه يقصد الجهة، يقصد الجهات عموما، وليست مقتصرة على المشرق والمغرب فقط، إنما المقصود التنبيه على أن الجهة أينما ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإلى أي جهة توجهت فثم وجه الله. قالوا طيب، هنا قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ما معنى فأينما تولوا؟ فأينما تولوا يعني حيث توجهتم فثم وجه الله. طيب ما معنى وجه الله هنا؟ هل المراد به الجهة أم المراد به الصفة؟ يعني وجه الله صفته جل وعلا، أو أن المقصود هو الجهة أينما تولوا فثم جهة الله، يعني حيث توجهت فأنت متوجه إلى الله، تحتمل المعنيين؟ وما الراجل فيه يا طيب؟ الجهة، طبعا السلف اختلفوا في ذلك،
فقال بعضهم إن المقصود الجهاد. قالوا ويدل عليها أنه قال ولله المشرق والمغرب، وهذه جهات، وهذه جهات. فلما قال فثم فأينما تولوا فثم وجه الله، المقصود الجهاد. وقال بعضهم أن المقصود الصفة، وفي هذا يعني إثبات الصفة لله عز وجل، أن له وجها يقين وأن له وجها يليق به جل وعلا، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى الله المتصف بهذه الصفة، صفة الوجه. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. ولكن السؤال، كيف نقول هذا هو الصواب ثم نقول إن السلف اختلفوا؟ فهل المعنى أن السلف تأولوا؟ فإذا قال قائل من ممن يؤول كالجهمية، قالوا أنتم تؤولون هذا، أنتم تقولون إن السلف قالوا وجه الله الجهة، وهذا نقل عن مجاهد وعن الشافعي وغيرهم، وابن جرير ذكره وغيرهم ذكروه. ابن تيمية رحمه الله يذكر أنه تناظر مع كبراء من الجهمية في مجلس قال وفي المجلس الثالث أو مذي قال الثاني أو ظنه شك الثاني أو الثالث، قال إنهم عكفوا على الكتب وقاموا يقرؤونها، فرجعوا إلى الخزائن، خزائن الكتب والمكتبات، وقاموا يقرؤون ليبحثوا عن تأويل للسلف. قال فلما حضروا في المجلس قالوا وجدنا أن السلف يؤولون وأنت تنفي ذلك. قال فقلت لهم لعلكم وجدتم قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا نعم. فقال إن هذا ليس بتأويل. قال السلف الذين قالوا مثل هذا القول قالوه وبنوه على شيء يظهر في الآية، وهو قوله ولله المشرق والمغرب، فهم عندهم شيء دلهم في الآية، لكنهم هم لا ينفون صفة الوجه لأن دل عليها أدلة أخرى، لكن في هذه الآية يقولون يعني ما هكذا أطلقنا الكلام. فالذي يقول مثلا، الذي يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول مثلا بقدرتي أو بقوتي، ما عنده دليل. لكن هذا الذي قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال الآية ظاهرة في الجهات، هكذا قال، فهو يقول عنده دليل، لكن نحن لا أوافقه مثل على هذا القول، هذا شيء آخر، لكن عنده دليل، يعني ليس تأويلا محضا من غير دليل يدل عليه النص. نظير ذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. السلف فيها قولان، فقال بعضهم أن الساق هنا المقصود ساق الله، وقال بعضهم أن المقصود بالساق هنا هي الشدة، يعني يوم يكشف عن ساق يوم تشتد الأمور. قالوا كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت، والسلف قال بعضهم مثل ذلك. وبعض الناس يظن أن من قال من السلف بهذا القول أنه ينكر صفة الساق، وهذا ليس بصحيح، فهم يثبتون صفة الساق لكن يقولون دل عليها الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه يكشف الله ربنا جل وعلا عن ساقه يوم القيامة، ويسجد له المؤمنون وتنقلب ظهور المنافقين مثل صياص البقر كما هو ثبت في الأحاديث. فقالوا إننا لا نثبته من الآية، أولا بعض السلف قالوا لا نثبته من الآية لكن نثبته بالحديث، أما الآية ما هي في سياق الصفات، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قالوا هذه تدل على الشدة والكرب فقط، هكذا قالوا بعضهم. فله له دليل، له شيء استدل به من 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 من, من, من الآية، من النص. فهنا الصواب في هذه الآية التي معنا أن المراد هو وجه الله عز وجل، ف
المعنى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنك حيثما اتجهت فإنك تتجه إلى الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى المصلي أن يتنخم ويبزق أمام وجهه، وعلل ذلك بأن الله قبل وجهه، بأن الله قبل وجهه. فليس من الأدب وأنت تقف أمام رب العالمين قد استقبلته جل وعلا أن تتنخم وتتنخع وتبزق أمامك. هذا هكذا ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. سم؟ لا، في الصلاة، في الصلاة. فأينما تولوا فثم وجه الله، ثم قال إن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم، واسع في علمه وإحاطته، واسع عليم. طيب، هنا قال بعض العلماء إن هذه الآية دلت على أنه يجوز للمصلي أن يتجه إلى حيث شاء، ولكنها نسخت. فهل هذا الكلام صواب، أو أن الآية ليس هذا سياقها؟ قالوا إنه كان في أول الأمر للإنسان أن يتجه ويصلي حيث يشاء، ثم نسخ هذا الأمر بالتوجه إلى القبلة. هل هذه الآية في سياقها تدل على ذلك؟ الذي يظهر أنها ليست كذلك، وإنما الآية بيّنت، نعم، وإنما الآية مرتبطة بما قبلها. وما وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها؟ الآية التي قبلها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ثم قال هنا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فما وجه الارتباط؟ كيف؟ يعني أن من اعتدي عليه ومنع من أن يصلي في بيوت الله فإنه يصلي ويتجه إلى الله عز وجل في كل مكان. ولكن العلماء استدلوا بهذا أيضا على أن من لم يتمكن من استقبال القبلة فإن له أن يتجه إلى حيث يتجه، من عموم الآية. فإن الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله، فمن لم يستطع أن يتجه إلى القبلة فإنه يتجه إلى حيث اتجه، فثم وجه الله. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في النافلة على راحلته حيثما توجهت به، لأنها أيضا من هذا المعنى، فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة ولم يعرف فإنه يجتهد ويصلي حيث توجه، فإذا تبين له بعد ذلك أنه أخطأ القبلة فهل يعيد صلاته؟ الصواب أنه لا يعيد صلاته. لما؟ لأنه يستدل بهذا، بينما تولوا فثم وجه الله، وقد أتى بما أمر به، وقد أتى بما أمر به. أما الفرض الفريضة فيجب على المسلم أن يتوجه بها إلى القبلة إذا كان يستطيع. إن الله واسع، وقالوا اتخذ الله ولدا. بالآية، جميل. يقول جميل أخوكم يقول ما 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 وجه ارتباط قول الله تعالى إن الله واسع عليم؟ واسع عليم. فيقول ما وجه ارتباط هذه الآية الختام بالتوجيه الذي ورد في الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ثم ختمها قال إن الله واسع عليم. يعني عليم بقلوبكم، عليم بهذا التشريع الذي شرعه لكم، وحيث توجهتم هو عالم بقلوبكم وما تضمره. وأن محط النظر، النظر هو القلوب، محط النظر هو القلوب والأعمال. ثم قال وقالوا اتخذ الله ولدا. سؤال،
ما وجه ارتباط هذه الآية أيضا بما قبلها؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. نحن ذكرنا أن هذه الآيات مترابطة. استمرار ايش؟ أيوة صح، ممتاز. الله عز وجل الآن يبين مجازفات هؤلاء القوم وعدوانهم وظلمهم وافتراءهم، فهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهنا ماذا قالوا؟ فرية ثانية وهي أعظم مما سبق. قالوا وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، وهذه فرية عظيمة. لكن من هم هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ يعني اليهود والنصارى كلهم زعموا الولد لله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله بس. والمشركون نعم، ماذا قالوا؟ الملائكة بنات الله، صحيح. فلاحظ أنت أن الآيات شنعت على هؤلاء القوم، على اليهود والنصارى، وبينت فريتهم. ولاحظ أنها جمعت اليهود والنصارى والمشركين الذين هم لا يعلمون، جمعتهم في أمور، فهم كلهم يفترون. فاليهود يقولون النصارى لا يعرفوا على شيء، واليهود والنصارى يقولون كذلك، والذين لا يعلمون يقولون كذلك، ثم أيضا وقالوا اتخذ الله ولدا كلهم، فكلهم يجمعهم الجهل، فكلهم قالوا اتخذ الله ولدا، اليهود والنصارى والمشركون. فيقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا، وهذا الاتهام والفرية العظيمة هل لهم عليها دليل؟ الصواب أنه ليس لهم عليها دليل، بل هي من أعظم الفرى. قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. شوف هالشيء العظيم هذا، أن دعوا لله ولدا، هذا شيء عظيم وكبير. فهم هنا هذه الفرية أعظم مما ذكروا قبل. فقال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، هذه فريتهم. ماذا قال؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه نزه الله عز وجل. شوف الرد الآن، لعلنا نتأمل الردود عليهم في هذه الآيات، فهي من أبلغ الردود. قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. سبحانه هذا أول رد. ووجه الرد هنا أن التسبيح هنا المقصود فيه التنزيه، والتنزيه هنا هو تنزيه عن النقص، والمعنى أن اتخاذ الولد نقص. ووجه النقص فيه أن من يرجو الولد هو يرجوه ليساعده، صح ولا لا؟ الوالد يحتاج الولد فلا يرغب في الولد إلا لحاجته إليه، ولو لم يحتج إليه ما رغب فيه، فهذا نقص، والله منزه عن النقص. فقال سبحانه، قال سبحانه تنزيها، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له، بل حلها حرف ضرب، بل له ما في السماوات وما في الأرض، بل له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض، هذا يبين عموم ملكه، فالذي له عموم الملك كيف يحتاج إلى الولد؟ هذا وجه الثاني. الوجه الثالث أن من له ملك السماوات والأرض فكل الخلق عبيد له مقهورون له،
فلا يمكن أن يكون عبده ولدا له. فالعبودية تنافي الولادة، العبودية تنافي الولادة، ولا يمكن للأب أن يتخذ ولده عبدا، صح ولا لا؟ ولذلك ماذا قال في سورة الرحمن؟ إن كل من في السماء، أراد يرد عليهم هذه الفرية، وش قال في سورة الرحمن؟ قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لما قال هذا؟ قالوا لأن العبودية تنافي الولادة. سم؟ وش نقول أنا تو؟ سورة الرحمن، عذرا، سورة مريم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فقالوا لما ذكر العبودية هنا وعمم عبوديته للخلق نفى أن يكون له ولد، فالعبودية تنافي الولد. ومن هذا أخذ العلماء فائدة أنه لا يمكن أن يكون الولد رقيقا لأبيه، أن الولد لا يكون رقيقا لأبيه، كما أن الأب لا يكون رقيقا لولده. فإذا اشتراه عتق عليه، طيب، إذن هنا قال بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، كل هذا لفظ عموم، كل له قانتون. القانت، هو المطيع الذليل لله. ولكن هل المراد هنا بالقنوت هو قنوت الخاص أو القنوت العام؟ بمعنى قنوت الطاعة العبادة الخاصة وكانت من القانتين كما قال عن مريم، وإلا القنوت هو الذل أو الخضوع العام. طيب كيف يكون الكافر قانت لله؟ وظهور عظيم صنع الله فيه، فهذا خضوع لله ودلالة على عظيم صنع الله. نعم، فالكافر والمؤمن كلهم قانتون لله. كيف قنوتهم لله؟ قانتون لله بما أودع الله في خلقهم من عظيم صنعه، فهم بعظيم صنع الله لهم وما خلقهم عليه من هذا الخلق البديع، فإنهم مذعنون لله، يدلون على بعظيم خلقهم وأجسامهم على عظمة الله وتنزيه الله، وأن الله عز وجل هو المالك الخالق المتصرف. فكل الخلق قانت لله بهذا الاعتبار. وهذا القنوت، للخلق كلهم ينافي أن يتخذ منهم ولدا، وكل لهم خاضع، ثم قال كل له قانت، ثم قال بديع السماوات والأرض. بديع، ما معنى بديع؟ البديع هو المبدع، لكن ما أصل الكلمة؟ كيف؟ اخترعه من غير مثال سابق. ممتاز. بديع السماوات، البديع في اللغة هو الذي ينشئ شيئا على غير مثال سابق. ولذلك قالوا للمبتدع مبتدع. ليه؟ ليش قالوا للمبتدع مبتدع؟ لأنه يأتي يخترع عبادة لم يسبق إليها، والعبادات على التوقيف، فهذا يبتدع شيئا من نفسه فسمي مبتدعا. فالبديع هو الذي يخلق وينشئ خلقا على غير مثال سابق. فالله يقول بديع السماوات والأرض، فالله هو الذي، ما قال خالق السماوات والأرض، لا، قال بديع السماوات والأرض. فالذي قد أبدع وخلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، ألا يقدر أن يخلق رجلا أن يخلق مخلوقا من غير أب؟ هذا الرد الخامس. بديع السماوات والأرض يعني الذي أنشأ السماوات والأرض على غير مثال سابق، أليس قادرا على أن يخلق ولدا من غير أب؟ بلى. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا الوجه السادس، وأنه إذا قضى أمرا
فإنما يقول له كن فيكون، فالذي أمره بعد قوله كن فيكون ألا يستطيع أن يخلق ولدا من غير أب سبحانه وتعالى؟ وهنا قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالسؤال هل الخلق هنا يكون قبل قوله كن ولا بعد قوله كن فيكون؟ بعد قوله كن. طيب هنا كيف يقول وإذا قضى أمرا قضاه فإنما يقول له كن فيكون؟ هذه فيها إشكال. ويفعله بعد كن. بعد كن. قبل كن ويفعله بعد كن. بعض العلماء قال إنما قال إنما المراد إذا أراد شيئا، ويدل عليه أنه قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون. وهذا معنى صحيح أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، معنى قضى أمرا يعني إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال بعضهم لا، المعنى أبلغ من هذا. وكيف؟ قالوا إن الله عز وجل إذا قضى أمرا يعني إذا فعل هذا الأمر فإنما يقول له كن فيكون، والمعنى أنه بمجرد أن يقول كن يكون هذا الشيء، قضاؤه لهذا الأمر هو قوله كن فيكون، فإذا قال كن يكون الشيء، يعني يكون من غير تأخر. قالوا هذا موجود في اللغة العربية، فإن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل المعنى إذا قرأت وانتهيت ولا المعنى إذا أردت القراءة؟ قال بعضهم إذا أردت القراءة، قال بعضهم لا، ما هو إذا أردت القراءة، إذا شرعت في القراءة. وليس المعنى إذا أردت، إذا شرعت يعني تهيأت واستعددت لها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بحيث تكون الاستعادة ملاصقة وملازمة للقراءة. قالوا هذا تدل عليه اللغة، ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو يروي الراوي صفة صلاته ووقتها، قال فصلى الظهر حين طلع الفجر، فصلى الفجر حين طلع الصبح. هل صلىها يعني انتهى منها ولا شرع فيها؟ فصلى الظهر حين زالت الشمس يعني شرع فيها. فقوله هنا فإنما يقول له، فيها أمثلة كثيرة لها لكن يكفي. فهنا لما قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني أنه بمجرد أن يقول كن يكون الشيء مباشرة، فتدل على السرعة. فمع هذا وهذا الوجه يبين لنا أنه كيف يتخذ ولدا وهو يخلق ويقضي الأمر بمباشرة قول كن فيكون، فإذا قال كن يكون الشيء، كما قال عز وجل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني خروجهم بمجرد الدعوة. ولذلك جاء بإذا الهجائية، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا، وإذا تجول على السرعة. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعدين ماذا قال؟ وقال الذين لا يعلمون. احنا ظهر طولنا عليكم، نقف هنا ونكمل الوجه، نكمله لا بس سلوا لي ستة أوجه
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون، هل المراد بهؤلاء الذين لا يعلمون اليهود ولا النصارى ولا المشركون ولا كلهم؟ والمقصود الوصف، ومن سأل هذا السؤال فهو من الذين لا يعلمون. فاليهود قالوا أرنا الله جهرة، وهنا قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فهنا قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية لكي يؤمنوا ويتبعوا الرسول. فالسؤال، ألم يأتهم الرسل بآيات؟ فكيف يقولون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية؟ فالله لم يكلمهم ولن يكلمهم، لكن ألم يأتهم بآيات؟ فكيف يقولون هم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية؟ عناد، وهذا الصحيح. فقولهم لولا يكلمنا الله هذا تعنت أو تأتينا آية هذا عناد. لولا يكلمنا الله هذا من التعنت. فقالهم لولا يكلمنا الله، واليهود قالوا حتى نرى الله جهرة، ما نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا عظيم وكبير، فالله امتحنك بالغيب. لولا يكلمنا الله، وهنا فائدة ذكرها بعض العلماء، فيقول بعض العلماء إن بعض منكري الصفات ينفون كلام الله ويقولون إذا قلنا إن الله يتكلم فإننا نشبهه بالمخلوقين، فنقول هذا باطل، وإثبات الكلام لله أثبت ثابت بالأدلة القواطع. ولكن هل يعنينا هنا الذين يعنينا هنا أن بعض العلماء قال هؤلاء المشركون أفقه من هؤلاء الجاحدين، وإن كانوا ينتسب هؤلاء للإسلام وأولئك لا ينتسبون؟ لما؟ لأن هؤلاء قالوا لولا يكلمنا الله، وأثبتوا الكلام لله، وطلبوا شيئا يعلمون أنه يقع. ولو كان الله لا يتكلم لرد عليهم هذا. وأنت لاحظ أن الآيات ما ردت هذا، لكنها ردت الطلب الثاني، ما هو؟ أنهم طلبوا الآية. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ وقالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات، فالآيات قد أتتكم، لكن ما رد الله الاعتراض الآخر أو الطلب الآخر، وأنه لولا يكلمنا الله، فما قال الله إن الله لا يتكلم؟ لكنه لا يحق لهم هذا السؤال، هذا السؤال لا يحق لهم. فهنا قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قبل قولهم تشابهت قلوبهم. قالوا مثل قولهم، يعني طلبوا مثل ما طلب هؤلاء، يكلمنا الله أو تأتينا آية وغيرها مما فيه تكبر وعناد، مما فيه تكبر وعناد. فالمشركون الذين يقولون ساحر مجنون أساطير الأولين اكتتبها، قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فإبليس أميرهم وسيدهم وإمامهم واحد، وشبهتهم واحدة. ولذلك لاحظ أن الله قال، ما قال تشابهت أقوالهم، قال تشابهت قلوبهم، قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت. وهذا يدل على أن الأصل هنا ما هو؟ القلب، وما يقوله اللسان هو تابع للقلب. فهؤلاء قد ضلت قلوبهم، والمؤمن الذي يتبع القرآن ويتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يزكو قلبه،
فإذا زكى قلبه قال الحق وعرف الحق وقال الحق. تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم بين أنه بين الآيات، والآيات هي العلامات، الآيات هي العلامات التي تدل على مدلولها. والآيات هنا إخوان الكرام، الآيات سبق وذكرنا ذلك ولا نحتاج لكن نذكر به، الآيات أعم من المعجزات. الآيات المعجزات هي الخوارق، والآيات أعم. فالآيات هي كل ما يدل على صدق هذا النبي، والآيات كثيرة. ولذلك الله يقول قد بينا الآيات لكن لمن يوقنون. فهذه الآيات لا تنفع الجاحد والمعاند، المعاند والمتكبر، إنما تنفع الموقن. والموقن هو الذي عنده العلم اليقيني، العلم الذي لا شك فيه. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فالآيات التي تدل على صدق النبي كثيرة جدا، لكن هؤلاء يشترطون، كما قال الله عز وجل عن قوم هود: ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. وهود لم يأتهم ببينة، أتاهم ببينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتهم ببينة، أتاهم ببينة. حتى اشترطوا على الأنبياء شروطا، فقالوا لصالح اشترطوا عليه آية، فأتاهم بالناقة. ولا صالح مائدة من السماء اشترطوها وأنزل الله عليهم مائدة، ومع ذلك لما أنزل عليه ولما أتاهم بالناقة كما طلبوا لم يؤمنوا، وقاموا وذبحوها ونحروها. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هنا يقول قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ثم قال وهي آخر آية، قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. شوف ناظر لاحظ، انظر ولاحظ ختام هذا الآيات بقوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فبعد أن بينا هنات ومخازي أهل الكتاب ومن معهم من المشركين وافتراءهم ومجازفتهم التي بلا دليل، هنا عظم وقال إنا، وأكد إنا أرسلناك بالحق. والباء هنا ما نوعها؟ مصاحبة، وتحتمل الملابسة. وما الفرق بين المعنيين؟ مصاحبة وملابسة، تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. إنا أرسلناك بالحق يعني مصاحبا للحق وملابسا للحق. فأحد المعنيين، أحد المعنيين وصف للرسالة، والثاني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما الذي للرسالة وأيهما الذي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المصاحبة ليش؟ للرسالة، والملابسة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى، وهذا من بلاغة القرآن، أن هذا الحرف أدى لنا معنيين، أدى لنا معنيين. المعنى الأول إن أرسلناك بالحق يعني ملابسا للحق، فأنت رسول حق، هذا المعنى، ملابسا للحق يعني رسول حق. وإذا قلنا البال المصاحبة، إن أرسلناك بالحق يعني مصاحبا للحق، فالمعنى وصف للرسالة هنا، ورسالتك رسالة حق. واضح المعنى هذا؟ أعيد يا شيخ، الباء هنا تحتمل معنيين، الملابسة والمصاحبة. الملابسة معناها إنا أرسلناك بالحق يعني ملابسا للحق، فأنت يعني رسول حق. فهذا وصف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رسول حق. وأما إذا كانت المصاحبة فالمعنى إنا أرسلناك مصاحبا للحق، يعني أن هذه الرسالة التي أتيت به وهذا القرآن الذي أتيت به حق، فيكون وصفا للحق. وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به، هذه الباء مصاحبة، يعني وقد دخلوا مصاحبين للكفر وخرجوا مصاحبين للكفر فلم ينفعهم شيء. هنا قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. البشارة هنا هي في اللغة ما يتغير به لون البشرة من خبر سار أو ضار، ولكن المراد بها هنا الخبر السار. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا، قال بشيرا ونذيرا، ينذر ويبشر. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ما المعنى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم؟ قالوا ولا تسأل عنهم، إنما عليك البلاغ،
عليك البلاغ فقط، وأما ما يقترفونه من الأثام والمعاصي فليست عليك. وهناك قراءة أخرى ويقول تعالى في هذا وهي قراءة نافع، قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، والمعنى تهديد، المعنى هو التهديد الشديد للكفار، يعني إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فإنهم في عذاب عظيم. لا تسأل عنهم، المعنى لا تسأل عنهم فإنهم في عذاب شديد. فالآية الأولى تبين، القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولا عنهم، إنما هو عليه البلاغ. والآية الثانية تهديد لهم، ويقول ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عن عذاب فإنهم في عذاب عظيم. وهذا أسلوب عربي وهو أسلوب قرآني عظيم جليل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في دينه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.